ودخول الأفحل في هذا الميدان الخاص ببطولة وجولة الجياد العربية بمختلف تفاصيله. راح يكون لنا متابعة لمعرفة أبطال هذه الأشواط والكلاسات الثلاث القادمة، واللي طبعا راح تكون على ثلاث دائما يكون لها طابع مختلف على مستوى المنافسات. دائما حضور الأفحل دائما يكون دائما مميز، تعرض نفسها الأفحل بشكل مميز. أول المتنافسين الحين دبليو آي كنز من المملكة العربية السعودية شارك في جولة كتارا أولى المحطات وحقق درجة 92 وكان الأول في شوطه. أتوقع الشوط هذا راح يكون يعني متصدرة اللي هو دبليو آي كنز. باهي الجهام أيضا من دولة قطر، باهي الجهام له حضور دائما مميز. الأفحل لها طابع خاص، تحب تعرض نفسها، تحب تكون انها يعني انت بهولي، انا موجوده، انا عندي حضور، انا عندي كاريزما، انا عندي طاقه، انا يعني انا فيني فحول يعني بالمعنى هذا. فما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. فدائما الأفحل دائما تكون يعني هذا اللي يميزها دائما عن الأفحل. شوف دخول حصان مميز، فحل مميز جدا، ايضا من الخيال السلطانيه. وايضا من الفحل الرشيد. اعتقد ان الفحل هذا بيكون له حضور مميز في الشوط هذا، واعتقد انه بيكون شديد المنافسه. خيال السلطانيه العمانيه كان لهم تواجد مميز في الاشواط الماضيه، ولكن اشوفهم في اشواط اليوم الافراس الافحل لهم ظهور اقوى او حضور اقوى. طبعا كان لهم حضور مميز جدا وملفت عن طريق الفرس الكساندرا عرسي. نعم. اللي فاز شوط الافرس اللي فات. ونشوف ايضا حضور مميز جدا عن طريق الفحل هذا برستيج ارسي. اعتقد الفحل هذا بيكون لك كلمه كبيره في الشوط هذا، فحل مميز وملفت. واعتقد مثل ما هو واضح قدامنا اللفه الاولى هو الاميز الشكل. هي عن فوان حضور، فيها اعلان حضور، انا موجود، انا انتبهوا لي. ما شاء الله تبارك الله، دخوله جدا مميز برستيج ار سي. برستيج ار سي طبعا ملك الخياله السلطانيه. ما شاء الله تبارك الله، يعني حضور وشكل لا اله الا الله تبارك الله. مثل ما نشوف فحل جدا مميز، وفحل قاعد يعرض نفسه. اعتقد في اللفة الأولى هو الفحل الأميز باللفة الأولى، وأتوقع الفحل هذا بيكون متصدر الكلاس هذا. طبعا كل شيء بتوقف على الأداء، لكن الأداء الفردي. نعم صحيح. ولكن اللفة الأولى بينا الحصان هذا هو أميز حصان في الشوط، فراح نشوف هل الفحل هذا بيقدر يؤدي الأداء الفردي مثل ما عمل اللفة الجماعي الأولى. إيه؟ في اغلب الخيل تعرض في الجماعي زين، لكن تدخل في الميدان فيها معوقات او الى اخره، يعني انها تمنعها من انها تؤدي في ارض الميدان يعني في الدخول الفردي. معنا اول متسابقين دبليو اي كنز من المملكة العربية السعودية.
حركته جدا مميزه دبليو اي كنز. ما شاء الله تبارك الله، حركه جدا مميزه. إذن حضورنا الكريم، أول فحل معنا في هذا الشوط، الفحل رقم 73 هنا تحت مجهر لجنة التحكيم. بعد أداء الحركة هنا العارض يستعرض القوائم الأمامية والخلفية، الجمال العربي الأصيل أمام لجنة التحكيم. لجنة التحكيم تقوم بعملية التقييم. أداء حلو صراحة في الحركة. دبليو اي كنز. صحيح، هذا الحضور الجميل، تحرك حركة جميلة جدا، كان حاضر الحصان. مثل ما نشوف ابتدى يعني الحين عرض القوائم. يبدأ الستاند اب الحين. أتمنى أن يتوفق العارض في عرض أفضل صورة. الناس يفكرون دائما يعني ان وقوف الخيل دي عشان الرقبه، وهو معلومه غير صحيحه، صحيح راشد؟ صحيح، هذا عرض القوام كامل، تفاصيل الحصان كامله، الجسم، الراس، الكتف، الكروب او القطاع، طبعا يبين فيها الكتف مع الرقبه، الراس، تناسق الحصان، قوامه، جمال قوامه يبين في الستاند هذا. فبعض الخيل يعني ما يعطي اي فرصه للعارض انه يبرز افضل ما فيه، يكون حصان متنرفز او ما يكون مطيع جدا للعارض. بعض الخيل عنده خبره وهو اصلا سهل جدا انك التعامل معاه في الستاند، والستاند مؤثر ومهم جدا لابراز جماليات الحصان. يقول 50% من الدرجات تعتمد على الستاند او اكثر؟ يعني انا يعني ممكن اقول لك انها 70%. 70%؟ نعم. 30% على الاداء؟ يعني 30% ممكن يكون على الاداء فعلا. شوف دخول جميل باهي الجهام. اذا انا ما لا اله الا الله تبارك الله، اداء جميل من باهي الجهام، ملك مربط الجهام من قطر. حضور مميز، دائما ما يكون متواجد في الحضور باهي الجهام. صحيح، حضور جميل جدا من باهي الجهام، واعتقد باهي بيكون شديد واجد المنافسه. ينافس على الشوط، يعني يتنافس هو ويا برستيج. نعم، اتوقع النباهي بيكون يعني بين الثاني والثالث، وانا ارشح ممكن يكون ثاني في الشوط. اعتقد برستيج بتصدر الشوط. ومع الفحل رقم 73 دبليو اي كنز. اتوقع اخوي راشد ان برستيج يتصدر ويكون المركز الثاني او الثالث باهي الجهام. ننتظر ونشوف. اشوف باهي اقرب للثاني، عرفت؟ كجسم، كحركه، يعني ما نبي نهضم، ما نبي نهضم حق باقي الافحل اللي جايه، الحماد خلت، لكن باهي ادى اداء جميل، حصان مميز، عنده قوام جميل جدا. يمكن مش الاميز راس بين الافحل، ولكن كقوام كتكامل حصان جميل جدا. فبعد شوي بيبين لنا. هذا كان والمجموع الكلي 91.86 للفحل. اذا نوقف الان
باهي الجهام أمام لجنة التحكيم بانتظار رصد الدرجات. Fame and Fortune, owned by Mazen Al-Faidi for the Kingdom of Saudi Arabia. We have a total of 91.86. هذه الأجواء الرمضانية الجميلة وبحضور هذه الجياد العربية الأصيلة، وفي ثالث محطات جولة الجياد العربية جمال متفق عليه، متواصلين معكم في اليوم الثاني من بطولة مسقط. وفي شوط الأفحل من 4 إلى 6 سنوات، والآن دخول ثلاث المشاركين واللي مرشحة أخونا راشد. الحين دخول برستيج. ما شاء الله تبارك الله. برستيج آرسي ملك الخيانة السلطانية. الخيانة السلطانية طبعا تابعة لديوان السلطنة العماني. ما شاء الله تبارك الله. شوفك مركز معاه يا راشد. صحيح الحصان ما ادى الاداء المتوقع منه، ولكن الحصان جميل. خلينا نشوف. الحصان كان حاضر متواجد، لكن الحركه ما ادى الحركه المطلوبه منه ان تفوزه في الشوط هذا. وكان متشتت انتباه الحصان، يعني ما كان مركز في الشوط، فمن كذا الحصان ما اعطى العارض الحريه في انه ياخذ الزوايا اللي ممكن يحركه فيها بسهوله، فهذا عاق انه يتحرك بشكل جميل او يعرض نفسه بشكل جميل في الحركه. لكنه كان حاضر مشاول الحصان باقي الستاند اب. هالحصان هذا بيأدي في الستاند. نعم نعم أدى ستاند اب. كم جاب سكوره؟ باهي الجهام اذا سكوره 92.57. ما شاء الله تبارك الله، عالي جدا، ممكن يمكنه من تصدر الكلاس. طبعا برستيج ار سي حصان جميل جدا، ولكن ما تحرك الحركه المطلوبه. ادى ستاند جميل الحين، فبنشوف كيف يتعاملون الحكام مع الحصان الجميل هذا. خلينا نقول انه يعني ما ادى، ممكن سوء تفاهم بين العارض والحصان. الحصان كان متشتت، الحصان ما اعطى العارض الحريه في انه ياخذ الزوايا اللي تمكنه من عرضه بشكل اجمل وعرض حركته، ولكن ادى ستاند جميل. وخلينا نشوف، الحصان مميز جدا. خلينا نشوف الحصان هذا، كنت مرشح انه يتصدر الكلاس. طبعا اجمل ما في جوله الجياد العربيه، النتيجه فوريه ما شاء الله 92.14 المركز الثاني. نعم. فرق الاداء بس الحركه. نعم انا اشوف ان النتيجه مرضيه، النتيجه يعني فيها انصاف. حصان جميل ولكنه ما تحرك. اوكي كان حاضر ولكنه ما تحرك، ما ادى نفس اداء باهي الجهام. الآن عرضية الميدان سادان المعود. ملك خالد الكندي من سلطنة عمان.
إذا السادة في الحضور ومع الفحم 75 فلسطيني RS ملك الخيال العمر 19.5 20 19.5 19.20 مرتين 19.5 ثلاث مرات جمال العمر والرأس 19 مرتين 19 مرتين 20 19.5 أربع مرات الجسم 18 18 18.5 مرتين مرة ثالثة وكذلك 18 18.5 18 18.5 القوائم 16 16.5 15.5 16 15 15.5 مرتين 16 الحركات 19.5 19 19. إذا هذان المعود يقف أمام الحكام لتقييمه من قبل لجنة التحكيم. 14 للفحل برستيج أرس سلطنة كمان. And the total score for senior stallion number 75, Prestige RC, sired by F.A. Rashim out of Pristina LD, owned by the Royal Cavalry of Amman for the Sultanate of Amman, is 92.14. شكرا للفحل رقم 76 شكرا للعارض ونستقبل على أرضية الميدان الفحل رقم 78 السلطان والآن على أرضية الميدان رقم 78 خالد الكندي سلطنة عمان الهوية العربية 19 19.5 مرتين 19 19.5 مرتين 19 ثلاث مرات الجمال العنق والرأس 19 19.5 ثلاث مرات 20 مرتين 19.5 19 19.5 الجسم 18 ثلاث مرات 18.5 18 مرتين 17.5 18 مرتين القوائم 15 16 15 15 مرتين 15.5 ثلاث مرات الحركة 19 مرتين 20 19.5 20 19 أربع مرات العلامة الكلية 91.36 سدان المعود ملك خالد الكندي سلطنة عمان اهتمام شعر الخيل يعطيها طابع ورونق دائما أجمل طبعا هو يعتبر من ضمن الكونديشن كامل يعني لما يكون المعارف نظيفة تكون طولها مناسب هذا يعتبر من الكونديشن أو من الحالة الصحية للجواد أو لون شعره يعكس صحة الجواد بالنسبة لك لو تشوفه طبعا شكرا للعارض إذا يعني آخر مثل ما يقولون الكوت حق الحصان يعرض صحته بالذات لما تطلع فيه اللمعة هذه أو الدنانير هذه اللمعة اللي تطلع بالكوت هذه تطلع بس إذا كانت صحة الحصان ممتازة جدا أو الحصان هذا في عناية عالية جدا انتهى الشوط ما زال متصدر
باهي الجام بدرجة 92.57. استحقها باهي الجهام، أدى أداء جميل، وقف بالفعل استحقاقية، تميز جمال على مستوى هذه الأمسية من أمسيات جمال الخيل، نعيش أجواءها في هذه اللحظات وبشكل خاص بعد دخول هذه الكلاسات والأشواط الأخيرة معنا. دائما كلاسات وأشواط الأفحل لها طابعها الخاص والمختلف، وعشنا معكم أول الأشواط معنا من أصل ثلاثة أشواط راح تجمع منافسات الأفحل معنا في هذا الميدان ومن ضمن هذه المنشأة في جولة الجياد العربية، ختام ثاني الأيام، ختام هذه الجولات والتصفيات التأهيلية ليوم الغد. أكيد راح يكون لنا متابعة معكم لدخول الفائزين معنا من مشاركات، وبالطبع دعوة الملاك وأصحاب المرابط لبدء بمراسم تتويجهم. المكان طبعا يتميز بجمالية تفاصيله بتواجد ضيوف هذا المهرجان للحضور وللاستمتاع بمنافسات جمال الخيل وبمشاهدة أجمل جياد العالم في تنافس في عالي المستوى، سواء كان في انطلاقة هذا المهرجان أو هذا الحفل اللي يجمع لنا صفوة ونخبة من الجياد، أو حتى وصولا لهذه الأشواط المسائية تقدم لنا أمسية جميلة من أمسيات جمال الخيل. أكيد احنا نتكلم بشكل أكبر على مستوى هذا الشوط وأبرز ما شاهدناه في هذه المنافسات. أخوي يوسف كلمني على مستوى هذه المشاركة، شاهدنا دخول الجولة الشرفية للأفحل من بعد الدخول الفردي وصولا لصدارة هذا الشوط. الدخول الجماعي عطانا انطباع أولي، يعني رشحنا أنا وأخوي راشد خيل بناء على شكليا يعني من الدخول الجماعي، لكن الدخول الفردي كان فارق صراحة. باهي الجهام كان حضوره جدا مميز، أدى الحركة، كان فيه عنفوان، كان فيه الهوية حاضرة، أدى أداء مميز، وقف وقفة حلوة أمام الحكام لجنة التحكيم، ففاز في الشوط هذا وخذ درجة 92.57، درجة مستحقة. مبارك المربط الجهام من قطر على هذا المميز باهي الجهام. بالفعل طبعا ابو فرج نسمع رايك على مستوى هذا الشوط. طبعا اللفه الاولى مثل ما شفنا برستيج كان الاميز والاجمل بالافحل، ولكنه ما ادى، وهذا يبين للاخوان المتابعين المشاهدين ان مش كل شيء يوقف على الشكل. هذه مسابقه تحسب فيها الحركه، تحسب فيها الشكل، الستاند، ف يعني شفنا الحصان بين الاجمل في اللفه الاولى ولكنه ما ادى فتغلب عليه. لو نلاحظ السكورات باهي الجهام تفوق في الحركه. نعم. فهذا اشوف النتيجه منصفه، والفرق بينهم كان بسيط، كلهم 92، واحد 14 واحد 57، فرق بسيط. تميز باهي اخذ عشرينات في الحركه، الحصان هذا ما تحرك وما كان مركز، كان متشتت الحصان. ففي الشامبيونشيب اتوقع ان حظوظ الفحل هذا بتكون اقوى من حظوظ باهي، ولو اني اعتقد ان الشوط القادم راح يكون الابطال الثلاثه من الشوط القادم. احنا لما نتكلم على مستوى الحركه انه ما كان في يومه، شو المقصود فيها؟ يعني خصوصا ان هي تعتبر جوله تاهيليه، يعني راح نشوفهم مره ثانيه في يوم ختامي. نعم راح نشوفهم في اليوم الختامي، ولكن تعتبر هي بطوله منفصله يعني. طبعا يكون يوم جديد، تحسب في نتائج جديدة، الخيل كلها تجتمع المتأهلة، يبدون من الصفر، الخيل توقف، الحكام يرشحون الأجمل، ذهب، فضة، برونز. هل ممكن يكون في تغيير للمراكز الموجودة؟ طبعا، ولكن في يعني أبطال عالمية جاية الشوط الجاي. عندنا الفحل عمار، فحل من أجمل الأفحل كقوام في البطولة كاملة، فحل أصفر جميل جدا، ملك مربط المرقاب، عندنا رهان الشحانية بطل العالم في عمر السنة، وبطل كتارة البرونزي آخر نسخة، عندنا إيس حرير بطل يعني أخذ جمع كل ميداليات العالم الذهبية للحصان هذا، والأعلى نتائج بالأفحل وحصد الميداليات. وهو مميز شكل، مميز نوعية، مميز في كل تفاصيله. أيضا عندنا أجا كفو
فحل مميز جدا وشرس في المنافسات. فالشوط القادم بيكشف او بيقربنا من توقعات شكل الشامبيونشيب اليوم النهائي. بالفعل واكيد الكثير من الترقب على مستوى هذه الاشواط، ومعكم في الشاشه نشاهد دخول الفائزين على مستوى الشوط الماضي. اول اشواط كلاسات الافحل بعد صداره مميزه لباهي الجهام على مستوى هذا الشوط بدرجه تجاوز ال 92. نبارك لساده مربط الجهام على هذا التميز وصداره هذا الشوط. اكيد راح نتابع معكم مراسم التتويج لاصحاب المراكز الخمس، نهنئ لهم ايضا وصولهم الى يوم الشامبيون واليوم النهائي ليوم الغد. يوسف معنا مراسم التتويج حاليا، دخول اصحاب المراكز الخمس معنا وصداره هذا الشوط توجهت الى باهي الجهام. اداء جدا مميز من باهي الجهام ما شاء الله تبارك الله. شوف يعني عنده حضور دائما وعنده شخصيه باهي الجهام، يعني ما اذكر له يعني من كان عمر سنه، يعني ما اذكر له ولا مره انه اخذ الملاكه في الاداء، دائما كان اداءه دائما موجود وحاضر اداءه في جميع البطولات اللي شارك فيها. فجاء اليوم ما شاء الله يعني اداء جدا مميز يستحق المركز الاول. المركز الثاني برستيج ار سي ملك الخياله السلطانيه، ايضا حصان جميل، فوارق بسيطه في الحركه خلت باهي الجهام اعلى منه بالدرجات، لكن برستيج ار سي يعني ما شاء الله تبارك الله عنده فرصه في انه يكون احد المتوجين. نقدر نقول انها منافسه قويه كسور من الدرجات، يعني الاول والثاني جميعهم حصلوا على 92 والثالث نعم 91.97 الثالث. دائما فرق اداء بسيط، يعني فرق اداء بسيط، وربما خلينا نقول لك انتباه حكم اكثر من الثاني، اجزاء من الثانيه يعني اللي تفرق يعني، لكنها جميعها ما شاء الله يعني. بعدين هذه الافحل توها اول مره تصير افحل، احنا الحين شهر 3 فما لها 3 شهور من صارت افحل، صارت 4 سنوات بس اول مره تشارك كاربع سنوات هذه السنه، يعني ما شاركت قبل في 4 سنوات، دائما تشارك الثلاث سنوات، فهذه مرحله الفحوله اول مره تكون فيها، فادائها كفحوله اول مره صراحه اداء جدا مميز يعني قدام يستحقون الامانه. نحن نشوف بعد تتويج لاول المراكز بعد صداره باهي الجهام في منافسه جميله على مستوى هذا الشوط، نقول لهم تهانينا وناموس طبعا هذا الشوط، ونتمنى لهم كل التوفيق خلال النهائي. ونستكمل معكم طبعا لمتبقي المراكز معنا في ثاني المراكز، تكلم عنهم اخوي يوسف بشكل اكبر، طبعا تميزوا ايضا من خلال هذه المشاركه. بقيه المراكز في المركز الثالث دبليو اي كنز من المملكه العربيه السعوديه، كان عنده اداء جدا مميز، عنده اداء افضل من هذا الاداء لكن ادى بشكل مطلوب، يعني كل التوفيق لهم اخواننا من المملكه العربيه السعوديه، المالك اخونا مازن. المركز الرابع ايضا كان سادان المعود من سلطنه عمان الاستاذ خالد الكندي، ايضا ان شاء الله فالك المستقبل ان شاء الله انه يحقق اكثر واكثر. فالأما الخامس اللي هو كحيل السلطان المركز الخامس، فخمسه من خمسه مشاركه، خمسة اعداد مشاركة. طبعا مش جديد على باهي الجهام التتويج او الفوز في الكلاسات او فوز في ميداليات. الحصان دائما هو شو هورس، حصان عروض، فدائما عرضه بالطريقه هذه دائما الحصان هذا، بس دائما في الاخير توقف على من راح يقابل في الشامبيون شيب. قابل افحل اكبر منه سن، متمرسه ومتمكنه، متعوده على البطولات وعندها كثير من الالقاب، يعني له حظوظ ان شاء الله في المستقبل. صراحه انا اهني مربط الجهام عن امتلاك الحصان هذا وعرضه بالطريقه هذه وتجهيزه حضوره في الفورمه هذه. للامانه حضور مميز، حتى الحركه يعني مميزه على مستوى جدا. هو حصان عروض كان في المرتين في الدخول اللفه الشرفيه وايضا الفردي، بس باهي سبق فاز في بطولات. نعم حصان دائما عنده حضور، بس اليوم هو يعني هو كان جونيور كولت، بس اليوم دخل في فئه الافحل راح يقابل ابطال عالم، فاداءه وتصدر الكلاسه
نشكر على الجماعة جهزوا الحصان بشكل وقدموه بشكل مميز جدا، والجماعة عندهم ما شاء الله يعني تجهيز مميز، جابوا الحصان في فورمة جميلة جدا. فشيء محسوب لهم يعني تعاملوا مع الحصان يعني بأجمل طريقة. نعم، ونشاهد أيضا ما زال متواجد في ساحة العرض، أكيد يستحقون هذا الفوز، ونتمنى لهم كل التوفيق خلال اليوم النهائي. تجهيز جهود كبيرة يقدمها الملاك وأصحاب المرابط للوصول والمنافسة في مثل هذه الجولات. أكيد تستكمل معكم مراسم التتويج لصاحب المركز الخامس، أكيد نهنئ ونبارك لجميع المراكز هذا الفوز وهذا التميز على مستوى أشواط من واحدة من أهم الأحداث العالمية في جولة الجياد لجمال الخيل العربية، واللي بالفعل تتميز في كافة محطاتها، والجميع يتطلع لمعرفة أبطال كل محطة وكل نسخة من هذه النسخ العديدة من الثمان محطات اللي راح تكون مستمرة على مستوى هذا الموسم. أكيد فالهم التوفيق ونشكرهم على هذا التجهيز.